اللهم صل على النبي يا جدعان، تركية جامدة جدا جدا يعني، كله يجربها، تركية جامدة جدا والله يا جدعان. الطريقة ديت جامدة فوق ما تتخيل يا جدعان، يعني بص قد ايه جابت لك الذهب بطريقة جامدة جدا جدا. تمام حرفيا ده اكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعي قناة كابيتانو جيمز. كنت أول مرة أشوف المحتوى، ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل حاجة بنزلها. معاكم الكابيتانو محمد، بنزل محتوى منوع لعبة دريم ليج 23. وهدفي في القناة هو توصيل المعلومة استخدمي لعبة دريم ليج 23. تمام، فالنهاردة يا شباب هتكلم معاكم في معلومة يعني مهمه جدا جدا، ممكن يكون ناس كتير عندها خلفيه وناس كتير مش عندها خلفيه بالكلام ده. او النهارده يا شباب خلاص يعني يعتبر لعبه دريم ليج 24 على الابواب، يعني تحديث اللعبه خلاص على شبه في شهر 12 او اخر شهر 12. فالمهم يعني حبيت انزل الفيديو ده عشان الناس تبقى عندها خلفيه ان لعبه دريم ليج 23 او 24، لعبه دريم ليج 23 ملهاش اي مصدر للتهكير عشان الناس المستجده في اللعبه ما تضحكش عليها. تمام، فطبعا كلنا شفنا طرق كتير قوي، شروحات كتير قوي بتقول لك ازاي تهكر اللعبه او ازاي تزود العملات، سواء بتطبيق او بمواقع او برموز او باي حاجه. الفكره كلها بتلخص فيها يا شباب ان الناس دي بتكون عايزه مشاهدات وبس، ودي امر سهل يعني عادي، عايز مشاهدات يا حبيب قلبي نتفرج مفيش مشاكل. في ناس بقى يا شباب هدفها اكبر من كده بكتير، وبتكون عايزه تخليك تشترك في تطبيقات ومواقع وتكون من خلالها هي وبيدخلها ارباح بسببك انت، بتكون انت الفريسه بتاعتهم. ازاي يا كابيتانو؟ ده اللي هنعرفه النهارده بالتفصيل المملي في الفيديو. في ناس بتنزل مثلا بتبصح اصحاب عندها ويب ومواقع ويب وكلام زي كده، وبتدخل تطبيقات وبتنزل تطبيقات، ومثلا لو نسخت اللينك بتاع التطبيق ده وحد نزله بيدخل ربح للشخص ده. بمعنى ايه يا كابيتانو؟ بمعنى ما تصدقش اي حد يشرح طريقه تهكير دريم ليج 23 بتطبيق. هو بيعرض لك الاول العملات بتاعته والمجوهرات بتاعته صفر، تمام؟ بيعرض لك صفر، بيقول لك على اسم التطبيق، هو اصلا بيكون موقع ايا كان. المهم بيسيب لك اللينك بتاع التطبيق ده في وصف الفيديو او بيسيبه لك في كومنت ايا كان. المطلوب منك انك تدخل تحمل التطبيق ده. اوقات التطبيق ده بيكون فيروس اصلا لجهازك، واوقات بيكون بيسحبك لحاجات تانية عشان تعملها، والعائد كله يرجع لصاحب القناه ده. بمعنى انه يحط لك التطبيق ده يا شباب ويقول لك هتحط اسم جهازك اللي تستخدمه، وهتحط رقم الهاتف بتاعك، وبتحط اسم فريقك، معلومات كده يعني، بيدخلك معلومات تانية عشان يلهيك انه بيعمل حاجه غلط. يعني دلوقتي بتدخل الهاتف بتاعك، بتعدي اول عمليه بيطلب منك تثبيت تطبيقات، يعني كل تطبيق حجمه 2 يعني جيجا 2 جيجا كمان. فبتحمل التطبيق يقول لك عشان تكمل التهكير حمل التطبيق الثاني، بتضطر تحمل التطبيق الثاني، وعشان تكمل حمل التطبيق الثالث. فبتحمل اكتر من تطبيقات كتيره جدا جدا بتحملها، وفي الاخر بتكتشف ان كل ده فيشنج، وانك نزلت تطبيقات وبتضطر تحسبها ثاني، بس خلاص يكون هو خد غرضه منك التطبيقات دي. في ناس ثانيه بقى بتخليك تشترك في خدمات وتشترك لها في الشهر. فكل الحالات يا شباب ما تصدقش اي حد يقول لك تهكير دريم ليج بالتطبيق او من الموقع او ايا كان. انا حبيت انوه بس لان في ناس كتيره قوي بتكون لسه داخله اللعبه، وناس كبيره في السن وناس تحت السن، فيعني ما عندهاش الخلفيه دي، والناس اللي بتنزل في شروحات دي فتطبيقات بيجي وراهم. تمام، وطبعا لما بتروح تحمل تطبيقات تحمل المواقع والكلام ده كله، في الاخر كله في شنك، فانت دبست في ليله مش بتاعتك اصلا، وبتكون فريسه للناس دي. فنصيحه بلاش تحاول تهكر لعبه دريم ليج 23 باي طريقه ايا كانت. تمام، في بقى طريقه خطيره جدا جدا جدا، وبتلعب على حسابك انت، تلعب على حسابك انت، ودي بيبعت لك واحد بيقول لك هزود لك عملاتك، بس مطلوب منك تبعت لي رمز بيخليك تدخل على الاعدادات وكلمه متقدم، وبعد كده بيقول لك اضغط لي على الخانه بتاع الهواتف، الخانه بتاع الهواتف دي عشان تعمل له انشاء رمز. تمام، بتعمل له انشاء رمز من الخانه دي. اول ما بتعمل له انشاء الرمز وتبعت له الرمز ده بيدخل اللي هو بالشكل ده على هنا، ويقول لك ابعت الرمز اللي جالك. بعد كده بيدخل الرمز وبياخد حسابك وشكرا على كده. تمام، طب ايه العمل وايه الحل في النقطه دي يا كابيتانو؟ اولا ما انصحكش انك تبعت عن طريق التهكير، سواء بمواقع او بتطبيق او اي حد يقول لك رمز مش رمز. تمام، طب انا اتضحك عليا واتخذ مني الرمز وحد خد حسابي، ارجعه ازاي؟ انا شرحت طرق كتيره في استرجاع الحسابات، وقلت كل حاجه في الفيديوهات اللي فاتت دي، وشرحت بكل الطرق ازاي ترجع حسابك، ويعني هسيب لكم الفيديوهات اللي بتشرح كيفيه استرجاع الحساب في وصف الفيديو، عشان ده مش فيديو النهارده. اتمنى تكون استفدت باي حاجه، وبكده اكون خلصت فيديو النهارده. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام من الله ورحمته وبركاته. Got a big start, got a good heart. First gotta say that, gotta think smart. Tryna make moves, breaking my wrist, getting those kills.